بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي هليسوس انستي. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد القيامه المجيد، عيد القيامه، المسيح علمنا انه بالموت داس الموت، اصبح الموت اللي هو اصعب عدو للانسان، اصبح الموت ملوش اي سلطان على الانسان، عشان كده المسيح انتصر عليه وادانا ايام جديده، فاحنا ناخد حياه جديده وبدايه جديده في حياتنا نمجد بيها اسم المسيح. ربنا معاكم، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يعيد على الكنيسه كلها الايام بخير بصلوات قداسه البابا طاووس، ونفتح حضره دير الانبا دانيال، ابونا استفانوس، كنيسه العذراء المعادي، ورشيه المعادي وتوبه. كل سنه وانتم طيبين. انستي اليسوس انستي، المسيح قام بالحقيقه قام، تحنئه كامله الى قداسه البابا الانبا طاووس الثاني، ان ربنا يحفظه ويثبته على كرسي سنين عديده وازمنه سلاميه اداه مديده، والى مجمعنا المقدس والى نيابه الانبا مرقس اسقفنا الحبيب الغالي اسقف دمياط كف الشيخ وبلال بن قاس. القيامه غيرت مفاهيم كثيره في حياتنا، حولت الحزن الى فرح والخوف الى شجاعه والياس الى رجاء. لذلك استطاع الانسان ان يصرخ مع الكتاب ويقول ان الصغير يصير الفا والحقير امه قويه والضعيف مطلب انا. لذلك نهنئ من كل القلب شعبنا الغالي في كل العالم والعالم اجمع قيامه المسيح العجيب، ونطلب الى مصرنا الغاليه عزه ورخاء وفخر وانتصار تحت رعايه رئيسنا المحبوب الغالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يحفظه الى مصر ويقودنا الى بر الامان. ابنكم الفوم الصين وساوس ياني حنين كاهن كنيسه العذراء الاثريه بسخا كفر الشيخ. كل سنه وحضراتكم كلها. كل سنه وانتم طيبين. احب اهني قناه ميساد وكل العاملين فيها والشعب القبطي جميعا، شعب الكنيسه القبطيه، نقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين. بعيد قيامه مخلصنا، عيد جميل. كل سنة وانتم طيبين. خريستوس انستي اليسوس انستي بخريستوس افتون ان اومس مي افتون.